السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، لسه مستمرين في شرح دروس النحو مع الوحدة الثانية، ودرس النهاردة هو المفعول المطلق. النهاردة هنشرح يعني ايه المفعول المطلق. المفعول المطلق هو اسم منصوب، يعني لما نيجي نعربه هنقول مفعول مطلق منصوب. طيب احنا متعودين دايما النصب بيبقى بالفتحة، لو الكلمة عندي كلمة مفردة يبقى اسم منصوب. طيب مأخوذ من لفظ الفعل، يعني ايه مأخوذ من لفظ الفعل؟ يعني الفعل هتلاقيهم شبه بعض قوي، كلمة المفعول المطلق والفعل هتلاقيهم شبه بعض جدا، مأخوذ من اللفظ ومأخوذ منه. طيب عندك المفعول المطلق، المفعول المطلق دائما منصوب وله نوعين، نوع يسمى مؤكد للفعل، أنا بأكد بالفعل، والنوع الثاني وهو مبين للنوع. تعالوا ناخد مع بعض الأمثلة اللي بتوضح لي يعني إيه المفعول المطلق المؤكد للفعل. المفعول المطلق قلنا إن هو كلمة أو اسم منصوب هيكون مأخوذ من لفظ الفعل. تعالوا ننطق الجملة دي أو نقراها، انطلق الصاروخ انطلاقا. تعالى كده على كلمة انطلاقا كده ونبص لها كويس جدا، هنلاقيها شبه قوي كلمة انطلق، هنلاقيها نفس او شبهها جدا من الفعل. يبقى انطلق الصاروخ انطلاقا، كلمة انطلاقا هنا هتبقى مفعول مطلق. طيب زي ما احنا شايفينها كده مالها، او الموقع الاعرابي بتاعها مالها، او العلامة الاعرابية بتاعتها ايه؟ ها منصوبة. يبقى انطلق الصاروخ ايه؟ انطلاقا. كلمة انطلاقا هنا هتبقى مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. طيب هنا احنا قلنا المفعول المطلق نوعين، مؤكد للفعل ومبين للنوع. انا هنا بأكد لك الفعل ان هو فعلا انطلق، خلاص هو انطلق وانتهى. طيب ناخد جملة كمان، اجتهد العاملون اجتهادا. ها فين المفعول المطلق عندنا؟ احنا قلنا قبل كده المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من الفعل، يعني شبه الفعل. تعال بص على الفعل، كلمة اجتهد، اجتهد. طيب فين الكلمة المنصوبة اللي شبهه؟ ها العاملون ولا اجتهادا؟ تمام، كلمة اجتهادا هي اللي هتبقى مفعول مطلق. ها ماله قلنا؟ منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. طيب نوعه هنا ايه؟ مؤكد ولا مبين؟ لا يا ميسي، انا هنا كلمة اجتهادا مؤكد للفعل، انا بأكد ان هو فعلا اجتهد، او هما العاملون اجتهدوا اجتهادا. خلاص ما شرحت لكش الاجتهاد ده ايه، الاجتهاد ده كبير، الاجتهاد ده صغير، الاجتهاد ده شديد، الاجتهاد ده ضعيف، انا ما شرحتش، انا قلت لك ان هو اجتهدوا وخلاص وسكت، يبقى انا بأكد هنا الفعل وخلاص. يلا السؤال اللي بعده او الجملة اللي بعدها، اسرعت الى المدرسة اسراعا. اسرعت، اسرع هنا فعل ماضي. طيب والتاء احنا متعودين التاء هنا مين اللي اسرع؟ نسأل نفسنا الفعل مين اسرع؟ ها انا اللي هي التاء، شايفين التاء عمالة تقول لك انا، يبقى التاء هنا تعرب ايه؟ تاء الفاعل. هايل، يعني اعربها نقول ايه؟ ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل. نقولها تاني يلا مع بعض، تاء الفاعل مالها؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هايل، الى حرف جر، سهلة جدا، واللي بيجي ورا حرف الجر اسم المجرور، يبقى هايل. طيب فين بقى الكلمة المنصوبة اللي شبه الفعل؟ ها كلمة ايه؟ اسراعا، يبقى اسرعت اسراعا، حتى تلاقيهم هما الاتنين توأم. حلو، احنا انا بقول عليه توأم، المفعول المطلق بالنسبة لي هو توأم الفعل. طيب اسراعا، كلمة اسراعا هنا كلمة منصوبة، يبقى تعرب ايه؟ مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه ايه؟ الفتحة. طيب نوعه هنا ايه؟ مؤكد ولا مبين؟ مؤكد. ليه بقى؟ لان انا ما شرحت لكش الاسراع ده كان ايه، بطيء ولا شديد. ها انا وصفت؟ لا ما وصفتش، مدام ما وصفتش نوع الاسراع ده
تمام؟ يبقى كلمة إسراعا نحها مفعول مطلق مؤكد للفعل. يلا بينا ناخد بعض الأمثلة على النوع الثاني من المفعول المطلق، وهو المبين للنوع. المبين للنوع يعني أنا هاجي أبين لك نوع المفعول المطلق ده إيه، شديد ولا قوي ولا قصير ولا طويل، أنا هوصفه لك. المبين للنوع أنا بوصف المفعول المطلق. طيب زي أحترم والدي احتراما شديدا. أحترم ده الفعل، ها فين الفاعل؟ أحترم أنا، يبقى الفاعل هنا ضمير مستتر. طيب والدي مفعول به، طيب بحترمه إيه؟ احتراما، كلمة احتراما بقى دي التوأم بتاعة الفعل وفي نفس الوقت منصوبة، يبقى مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب كلمة شديدا هنا أنا بينت لك أو أنا وضحت لك الاحترام ده شديد ولا ضعيف ولا قوي ولا ايه بالظبط، يبقى معنى ان انا بوصف لك، بوصف لك المفعول المطلق ده ايه، يبقى ده على طول وانت مغمض مفعول مطلق مبين للنوع. جملة كمان، نام الطفل نوم الاصحاء. تعالى نسأل نفسنا كده، كلمة نام ده خلاص نام ده فعل ماضي، طيب والطفل من نام؟ ها الطفل، يبقى كلمة الطفل هنا فاعل. طيب نام نوما، هنا الكلمة دي هنا ها برافو مفعول مطلق، مفعول مطلق ليه؟ لأن شبه أو مأخوذة من أصل الفعل عندك كلمة نام. طيب يبقى مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهنا يبقى النوع عندي هنا نوم الأصحاء. أنا هنا بوصف لك النوم ده إيه؟ نوم طفل صحيح أو طفل عيان أو طفل مريض، تمام؟ يبقى نوم الأصحاء ها نوعه مبين للنوع، يبقى نوم مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة ونوعه ها مبين للنوع. جملة كمان، أحارب العدو محاربة الشجعان. أحارب العدو محاربة الشجعان، كلمة أحارب هنا فعل. طيب فين الفعل بتاعي؟ يا ميس أنا متعودة دايما لما باجي أسأل الفعل بقول له من حارب، ها مين اللي يرد علي؟ الفاعل. فين الفاعل هنا عمال يقول لك إيه؟ ها أحارب أنا، أنا في ضميري هنا مستتر ما بين كلمة أحارب وكلمة العدو. طيب كلمة العدو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. محاربة، كلمة محاربة هنا شبه أو توأم كلمة أحارب، يبقى على طول وانت مغمض تعرب مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب تعالى هنا كلمة الشجعان هنا وصفت لي أو بينت لي النوع بتاع المحاربة ده، الشجعان ولا الجبناء ولا الضعفاء ولا الأقوياء، أنا هنا بوصف لك نوع المحاربة، معنى أن أنا بوصف لك نوع المفعول المطلق يبقى هنا النوع عندي هنا مبين للنوع، أنا ببين لك النوع ده نوعه إيه بالظبط أو صفته إيه. من خلال شرح الأمثلة السابقة في بعض الملحوظة الهامة، أو عندنا ملحوظة هامة لازم تخلي بالنا كويس جدا منها، في بالأخص في المفعول المطلق المبين للنوع. المفعول المطلق المبين للنوع قلنا بيكون من كلمتين، أول كلمة اللي هي المفعول المطلق والكلمة التانية اللي هي بتبين لي نوع المفعول المطلق ده إيه. يبقى المفعول المطلق بيتكون من كلمتين، المفعول المطلق بيتكلم من كلمتين لو هو مبين للنوع. طيب لو هو مؤكد للفعل لا بيتكلم عندنا كلمة واحدة هي بتأكد للفعل وخلاص، ملهاش دعوة نوعه ايه. المفعول المطلق المؤكد للفعل هي كلمة واحدة، المفعول المطلق المبين للنوع كلمتين. طيب بالنسبة للكلمة التانية بقى، الكلمة التانية عندي اما تكون نعت، يعني ايه نعت؟ يعني صفة، انا بوصف هذا المفعول المطلق، بوصف حالته، بوصف صفته.
زي مثلا لما بقول كلمة ارتفع مثلا الطائر ارتفاعا شاهقا، شاهقا يعني عاليا. ارتفع ارتفاعا، كلمة ارتفاعا هنا هتبقى مفعول مطلق، حلو. كلمة شاهقا بقى هتبقى تعرب ايه؟ تعرب حاجة اسمها نعت. يعني ايه نعت؟ نعت يعني صفة. طيب بتتعرب ايه؟ بتتعرب نعت برضو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى كلمة ارتفاعا هتبقى مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكلمة شاهقا معناها ها او تعرب نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب في اختيار تاني او ممكن تجيلي في حالة تانية. قلنا اول حالة اللي هي نعت، الحالة التانية عندي وهي تبقى مضاف اليه، الكلمة التانية هتبقى مضاف اليه، زي كما في ها دفاع الشجعان. دفاع دي كلمة ها مفعول مطلق. طيب اوصف لي بقى الدفاع ده كان شكله ايه؟ قوي، ضعيف، شجاع. يبقى كلمة الشجعان دي كلمة ها مضاف اليه، هتبقى كلمة مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسر. طيب من خلال شرحي بقى لهذا الدرس تعال نختبر معلوماتنا فيه من خلال حل هذا التدريب. عندي بيقول لي استخرج المفعول المطلق وبين نوعه. انا هجيب لك بعض الامثلة، هتقول لي فين هو المفعول المطلق وتقول لي نوعه ايه. طيب تعال نفكر مع بعض كده. نوعين عندك، حالتين ليه، واحد مؤكد للفعل وده بيبقى عبارة عن كلمة واحدة، والنوع التاني بيبقى مبين للنوع وهو عبارة عن كلمتين. تعال نشوف مع بعض. طعن الجندي الجاسوس طعنا، طعن الجندي الجاسوس طعنا. تعال بقى مع بعض كده نستخرج فين المفعول المطلق. وزي ما قلت لك قبل كده المفعول المطلق هو مأخوذ من الفعل، يعني شبه الفعل أوي. فين الفعل في الجملة هنا؟ كلمة طعنة. طيب فين الكلمة المنصوبة وتبقى شبهها وتبقى توأمها؟ كلمة ايه؟ فين الجملة هنا؟ ها كلمة طعنا. هي فعلا كلمة طعنا هنا هي ايه؟ المفعول المطلق. طيب نوعه ايه؟ انا قلت لك نوع الطعن ده ايه؟ ولا سكت؟ لا انا سكت ما قلتش نوعه. يبقى هو هنا نوعه ايه؟ مؤكد للفعل. الجملة التانية، يعيش الفلاح عيشة سعيدة. تاني، يعيش الفلاح عيشة سعيدة. فين الكلمة المنصوبة المأخوذة من الفعل اللي شبه الفعل توأمه؟ ها كلمة ايه؟ عيشة. برافو. يبقى عيشة هنا الايه؟ المفعول المطلق المنصوب. طيب نوعه ايه هنا المفعول المطلق؟ مؤكد ولا مبين؟ نرجع تاني مع بعض. انا هنا بوصف لك العيشة سعيدة ولا سكت؟ لا انا لسه مكملة، انا بقول لك سعيدة، ممكن اقول لك حزينة، ممكن اقول لك مسرورة، اي صفة. يبقى مدام انا وصفت المفعول المطلق يبقى هنا نوعه ايه؟ نوعه مبين للنوع. يلا السؤال رقم 3 او الجملة رقم 3، يحب التلميذ القراءة حبا جما. جما هنا معناها كثيرا، ماشي؟ طيب يحب التلميذ القراءة حبا جما، فين الكلمة المنصوبة اللي شبه الفعل اللي مأخوذة من الفعل؟ ها فين كلمة حبا؟ برافو. يبقى يحب التلميذ القراءة ها حبا. طيب كلمة حبا هنا تعرب ايه؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، عادي جدا. طيب انا وقفت ولا كملت لك وصف؟ لا انت كملت وصف، انا انت قلت لي جما يعني كثيرا. يبقى انا وصفت لك الحب ده كتير، قليل، صغير، كبير، تمام. يبقى مدام انا وصفت المفعول المطلق يبقى هو ها مع بعض مبين للنوع، تمام. يلا الجملة اللي بعدها، انتقم الفدائيون انتقاما. فين الكلمة اللي شبه الفعل؟ كلمة انتقاما. طيب نوعها ايه؟ انا قلت لك انتقاما وكملت ولا انتقاما جت كلمة واحدة؟ تمام، مدام جت كلمة واحدة يبقى هي مؤكد للفعل.
الجملة اللي بعدها، اجتهد التلميذ في دروسه ها اجتهادا كبيرا. فين الكلمة اللي شبه الفعل؟ فين الفعل أصلا يا ميس؟ كلمة اجتهد هايل، فين الكلمة اللي شبهه بقى؟ كلمة اجتهادا. طيب يبقى هنا نوعه ايه؟ كبير. انا انت واخد بالك من كلمة كبيرا بعدها اجتهادا كبيرا، واخد بالك من كلمة كبيرا؟ يبقى كلمة كبيرا دي خلت لي المفعول المطلق هنا ايه؟ مبين للنوع. يلا نأكد معلوماتنا اكتر واكتر من خلال حل التدريب ده كمان. اكمل بمفعول مطلق مؤكد للفعل. واحدة واحدة كده، مفعول مطلق يبقى أنا هركز قوي مع الفعل وأحاول أجيب منه مفعول مطلق منصوب، كلمة منصوبة. طيب وفي نفس الوقت يبقى مؤكد للفعل. فاكرين يعني إيه مؤكد للفعل؟ يبقى أنا كلمة واحدة أنا هجيب المفعول المطلق وأكتفي بيه. يبقى مؤكد للفعل هو الذي يكتفي بالمفعول المطلق فقط. طيب فهمتوا الدرس إيه؟ أحاول أجيب كلمة منصوبة من هذا الفعل. فهمتوا الدرس؟ ها؟ فهما، برافو. كلمة فهما هنا مفعول مطلق وهنا مؤكدة للفعل لأن أنا اكتفيت بيه، ما كملتش وصف. انشغل العقاد بالقراءة. كلمة العقاد دي تمام، ده كاتب وأديب كبير جدا مصري. فبيقول لي هنا انشغل العقاد بالقراءة. ها انشغل ايه؟ برافو، انشغالا. شايفين يا ولاد؟ ها شبهها ولا لا؟ توأمها ولا لا؟ يلا اللي وراها، نحتفل بعيد الأم. ها أنا سامعة ناس بتقول احتفالا هايل. يقبل الطفل نحو أمه. ها مين يقول يقبل إيه؟ يقبل إيه؟ إقبالا هايل. يبقى احنا هنا جبنا مفعول مطلق وفي نفس الوقت إيه؟ مؤكد للفعل. في التدريب اللي قدامنا ده بقى أنا هجيب أو هأكمل الجملة بمفعول مطلق، بس المرة دي ماله؟ مبين للنوع. يعني ايه مبين للنوع؟ قلنا يعني انا هجيب المفعول المطلق وبعد ما اجيبه اوصفه، اجيب له وصف ليه. زي اشكر الله. ها اشكر الله، هات المفعول المطلق الاول. ها اشكر الله شكرا. طيب هايل. وبعد شكرا بقى اوصف لي الشكر ده قد ايه، كبير ضعيف في خشوع ممكن نقول قليل. يبقى أشكر الله شكرا، اوصف لي بقى الشكر ده قد إيه؟ شكرا كثيرا. يبقى كلمة شكرا كثيرا دي مفعول مطلق مبين للنوع. يقبل السائحون على مصر. ها أنا سامع ناس بتقول إقبالا هايل. كلمة إقبالا هنا لازم توصفها لي علشان تبقى مبينة للنوع. الإقبال ده كان قد إيه؟ ضعيف ولا كبير ولا كثير؟ إقبالا كبيرا. يبقى كلمة كبيرا دي خلت لي المفعول المطلق يبقى مبين للنوع. أحب أمي. ها حبا جما. تمام. طيب يشرح المدرس الدرس. ها أنا شايفة ناس بتقول شرحا. طب أوصف لي بقى الشرح ده إيه؟ ها الشرح بتاعه كان كويس؟ الشرح بتاعه كان نص نص؟ ولا الشرح بتاعه ايه؟ اوصف لي الشرح ده. انا هنا شرحته وقلت، او انا هنا كملت الجملة وقلت شرحا عظيما. يبقى كلمة عظيما هنا خلت لي المفعول المطلق مبين للنوع. وبكده اكون انتهيت من شرح هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.